السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوايا كل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة إن شاء الله. فيديو جديد ومعلومة جديدة النهاردة 25/8/2024، ومعلومة جديدة بما إننا إحنا داخلين على شغالين أوريدي في دورات التعليم اللي هي ما قبل الحصاد في الأشجار المنتجة. اللي خلص بقى أو ما خلص أو خلص حصاد أو لسه شغال عنده كأصناف متأخرة وقلم، فياريت يا جماعة اللي يقلم يخلي باله من بعض النقط عشان خاطر دي بتعمل لي ضربات كبيرة جدا في شغلنا كصاحب مزرعة كمهندس كأي حد مسؤول عن مزرعة. ياريت يا جماعة ما نيجي نقلم تحت العقدة ما نسيبش فرق طويل ما بين القصة وأول عين من الورقة، لان ده هيسبب لنا مشاكل كبيرة جدا وعلى رأسها الموت الراجعي. كل ما هو من اول القصة بتاعتك لغاية اول العين، المسافة الكعب اللي انت سايبه الكبير ده هيبدأ ان هو يجف، لان خلاص الشجرة مش هتدي اي حاجة لغاية هي اخرها العين اللي هيطلع النمو الخضر الجديد، بعد كده مش هتدي حاجة، فهتضطر ان هي هتبدأ يحصل لها عملية ذبول وهتبدأ تموت، ودي هتأثر بشكل سلبي جدا على العين الاقرب عين هتعمل او هتسبب الموت الراجعي. طب انا ليه اوصل نفسي لهذه الدرجة؟ يا جماعة ما سيبش اكتر من حاجات ملي نص سنتي، زي ما انتم شايفين الصور الموجودة حواليا دي اخطاء تقليم، يعني دي اخطاء تقليم، ما نوصلش نفسنا لهذه المرحله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يا ريت يا جماعه نطهر المقصات بتاعتنا عشان نحد من العدوى اللي عماله تتنقل من مزرعه لمزرعه ومن مكان لمكان. لما بقت مزارعنا بقت خلاص تكتلات فقط لا غير، ما فيهاش حاجه. لو مقاول التقليم دفع من جيبه وجاب كحول بتدين اي ماده مطهره تطهر المقصات، مش عايز قول لصاحب المزرعه يجيب لك وهو جاي، ما فيهاش اي حاجه خالص. ده بالنسبه لفن التقليم. بالنسبه لصاحب المزرعه لازم نرش نحاس جهازي بعد عمليه التقليم، لازم نرش نحاس جهازي زي جلوكونات النحاس وهيدروكسيد النحاس، ولازم نرش في خلال من 24 ل 48. لو عدى 48 ساعه من عمليه التقليم وحضرتك ما ترشتش، حضرتك ما ترشش، لان خلاص الجرح حصل له التئام. لو لا قدر الله حصل عدوى من الجرح اللي حصل في خلال ال 48 ساعه، فانت حضرتك خلاص مالوش لازمه الرش. فانت لازم حضرتك على بشوك لدوري، يا ترش في نفس اليوم، يا اقصى حاجه ترش تاني يوم، يا ترش تاني يوم التقليم. ده مهم جدا. السلام عليكم. يا ريت يا جماعه نخلي بالنا من النقط دي مهمه جدا. ارجوكم، وبالذات عمليه التقليم. شكرا.